الكبير اللي هو امامه الكرة. ضربة جزاء، ضربة جزاء ليو في البداية. دي ماريا بأقدامه اليمنى واليسارية، نار 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 الأرجنتين بهذا المشوار. رامون دياز في حالة انبهار، رامون دياز بنفسه منبهر. شوف ليو امامه غابة من اللاعبين، ورغم ذلك هو بيده، هو باقدامه. ساموديو اعطى الهدف الاول، كارثة هذا ساموديو، وتسبب في ضربة جزاء. يعني يهدي هدف للارجنتين ويتسبب في ضربة جزاء. وين ليو ميسي؟ ليو، ليو في موعد مع هدف قد يكون رقم 46 في 97 في 98 مباراة. يسارية ليو حواره مع أنتوني سيلفا حارس إنديبندينتي ميدين الكولومبي. يمشي ليو، يتقدم ليو، جول! نار 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 في هذا المشوار. الشارع ليو الهبة، ميسي، ميسي يا سادة يمسى عليكم ويحييكم بأجمل سمفونية بأقدامه اليسارية بالثنائية الأرجنتينية. هدف في هذا الزمان للألبي السيليستي، نجم النجوم، الجوهرة العالمية، الأقدام الماسية تتكلم في الملاعب الأمريكية.